ليه احنا اللي بنبدا؟ انا بتوتر من الاول. ايوه بس مش حلو. هو احنا نبتدي بالستات يشتكوا، ما نبتديش بالستات يشتكوا. معلش انا بتوتر شويه. في يا جماعه الله. لا احنا كستات لازم كلنا نعترض على اي حاجه بتحصل. اي حاجه بقى اللي هو نعترض وخلاص. انا جاي اعترض زيها الصراحه. طيب بما انكم معترضين احب اقول لكم يا جماعه ان الضربات في حياتنا كتير، بس اهمهم ضربه البدايه. طبعا كلكم عارفين ضربة البداية، هما 3 أسئلة، سؤال للزوج وسؤال للزوجة، كل واحد فيهم ب5 نقط، وسؤال للعزول اللي هم اختاروه ب15. وعشان الستات دايما بيبتدوا مهما يعترضوا هنخليهم يبتدوا. دلوقتي هنبتدي مع الأستاذة يارا والأستاذة إيمان في الضربة الأولى. أكمل المثل: لا تصاحب الأقرع ولا تاخد منه نصيحة، لو ربنا بيحبه كان خلى عنده شعر. إجابة غلط. عندك إجابة؟ ما عندكيش إجابة؟ لا ما عنديش. لا تصاحب الأقرع ولا تاخد منه نصيحة، لو ربنا بيحبه كان سابها له صحيحة. إيه الأوفر ده؟ إيه الأوفر؟ لو سمحتي امشي امشي، لو سمحتي امشي. هاتوا لنا الرجالة بتاعتكم بقى، انتوا هنا جايين تضحكوا عليا. تمام. والجمهور ده هيحسبوا معايا بعد الحلقة. خلاص ابلع الضحك. ادونا مصطفى وادونا احمد. ما تجيبوش الستات دول تاني. انا هم بيقولوا الرجاله حلوه، نمروا عليا. ايه الشكل يا راجل؟ ايه؟ تبقى الرجاله حلوه ازاي؟ قول تاني كده، قلت ايه؟ ايه الشكل يا راجل؟ سقفوا لي بقى. ما شفتيش هنا تاني. ومعايا الرجاله الحلوين اللي زي القمر. والضربه الثانيه. مين اللي قال ومن فيلم ايه؟ انا مش حرامي يا تيمور. محمد هنيدي. يلا يا خالتي. اجابه غير صحيحه. انا مش حرامي يا تيمور فيلم دوس الاول. انا مش حرامي يا تيمور. 5. حسن حسني. 4. فيلم 3. يا خالتي. إجابة مظبوطة. أول 5 نقط فعلا. هو حسن حسني كان بيقول لهنيدي أنا مش حرام يا تيمور، أنا مش حرام يا تيمور، أنا مش حرام يا تيمور. مش مظبوطة. أنا اتلخبطت. بشكركم جدا على اللحظات السعيدة اللي قضيناها مع بعض. يا ريت تروحوا لهوانمكم. وادونا جاد وادونا آية. أخباركم إيه؟ تمام. كله تمام؟ الضربة اللي جاية دي ب15 نقطة، ودلوقتي معانا جاد ومعانا آية والضربة الثالثة. ما هو الشيء الذي يوجد في المنزل نأكل منه ولا نأكله؟ على طول كده. خلصانة؟ على طول. إيه بقى؟ طبق. طبقكم في طبق طبقنا، يبقى طبق طبقنا. إجابة متطابقة. هذا البرنامج برعاية